عشان عيب عيب اللي الموظفين بيعملوه والمصالح الحكوميه. قبل ما تدوروا على مصالحكم الشخصيه، ها دوروا انتوا بتشتغلوا كام ساعه في اليوم؟ ها الاخ اللي قاعد بيقرا الجورنان، والاخت اللي قاعده بتوضب الخضار بتاع البيت، انت بتدي للبلد كام ساعه عشان نازله تطالبي بحقوقك ولا تنزل تطالبي بزياده المرتب؟ لا للتظاهر، مش عايزين تظاهر في بلدنا ولا مصر كلها، مش عايزين تظاهر. مش عايزين تظاهر، احنا مش بنتظاهرش، احنا واقفين وقفه سلميه. اهالي مصر القديمه بتحمي منطقتها وبتدعم الشرطه والجيش والشرطه مع بعض. احنا بندعمهم، بنقول لهم احنا اولادكم، واحنا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه السيسي، بنقول له احنا معاك ومع قياده الامن كلها، مش عايزين تظاهر في بلدنا. النهارده في ايه اللي خلاك تدعم النهارده؟ احنا سمعنا بيقولوا في مظاهره هتقوم في الفسطاط، والفسطاط دي منطقه مصر القديمه تبعنا، تبع اهالينا، فاحنا نزلنا بندعم اهالينا وبندعم قوات الامن، بنقول لهم احنا معاكم. انا نازل والله بقول لا للمظاهرات، لا لوقف الحال في البلد، كفايه دمار وكفايه خراب. عايز اقول كلمه للشعب المصري، كل صاحب ضمير حي، كل صاحب ضمير حي وصوت واعي وصوت يصل لاذان الشعب والناشد السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه، نقف بجنب واحد. والله الموظفين وبالنسبه للعمال، خدت بال حضرتك بتوع المصلحه بتاعت اللي بيطالبوا بتاع تطبيق قانون الاحوال المدنيه، انا بقول لهم يا جماعه ارجوكم لوجه الله تعالى، دي بلدكم ودي بلدنا، ارجوكم تشيلوها ونشيلوها، ولا تخلوا حد يحتك بيكم، ولا احنا نحتك بيكم، ولا السلطات تحتك بيكم. اقفوا جنب بلدكم، لما تحس البلد ان كنتوا واقفين جنبها بجد، وقفت رجل واحد، تخافوا على بلدكم وتخافوا على اطفالكم وتخافوا على نسائكم وتخافوا على رجالتكم وتخافوا على اموالكم وتخافوا على مسكنكم. يا جدع ارجوكم لوجه الله تعالى، انظروا لليمن، انظروا ليبيا.